ازاي نقدر نقتصد ونوفر في انفاقنا، وان احنا ما ندخلش في قائمة المبذرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الاخوة والاخوات الافاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه الكريم: ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيبسط الرزق للجميع. المفروض لا نمسك قوي ولا نسرف قوي. الاقتصاد في الانفاق شيء جيد وشيء مطلوب. في ناس بتصرف يا جماعة بسفه وبتصرف ببذخ. كان في مرة من المرات حد بيتكلم على موقف حصل له، كان معاه شخص صيني، هو كان الشخص ده مصري وكان معاه واحد صيني، كانوا قاعدين على قهوة في الحسين زي السياح اللي هم بيجوا مصر وكده. يعني الشخص ده بيحكي بيقول ان الراجل الصيني ده وهم قاعدين على القهوة وطلبوا شاي، يعني فهيشربوا شاي، المصري جاب السكر بياخد بالمعلقة كده وبيحط سكر اكتر من معلقة سكر، فالصيني قال له لا هي كفاية واحدة كفاية، قال له يا سيدي طب خد كمان معلقة مفيش فيها حاجة، يعني ده معلقة سكر يعني هتعمل ايه؟ مش هتعمل حاجة. قال له انتوا كام مليون في مصر؟ قال له احنا 100 مليون. قال له تخيل لو كل واحد وفر معلقة سكر في كوباية شاي واحدة، شوف يبقى وفرت 100 مليون معلقة سكر، شوف دول يعملوا قد ايه. شوفوا يا جماعة الناس دي بتفكر ازاي، شوفوا تفكير الناس العقلاني وتفكير رهيب جدا. علشان كده الناس دي وصلت لأعلى الإمكانيات وأعلى الدرجات وأعلى درجات التقدم كمان. يعني الناس تفكيرها عالي جدا. لما بيقوله لو كل واحد خد معلقة زيادة من السكر شوف توفر كام. طيب تعالوا نتخيل كده لو فعلا وفرنا الكمية دي 100 مليون معلقة سكر، نتخيلها كده كام؟ كتير جدا طبعا. وعلى هذا الأساس نقيس في جميع مناحي الحياة زي ما بيقولوا وجميع أوجه الإنفاق اللي احنا بننفق فيها. احنا ممكن لو وفرت مبلغ بسيط على مبلغ بسيط على مبلغ بسيط هيبقى مبلغ كبير. مش لازم كل الفلوس اللي تيجي أصرفها، ومش لازم كل اللي أحصل عليه أخلصه. الترشيد مطلوب وعدم الإسراف مطلوب. أتمنى يا رب نتعامل بمعاملة الناس اللي نجحت والغرب، لأن هم ناجحين جدا في أمور حياتهم بالشكل ده. مش لازم إن أنا أتمنظر على الناس. والاقتصاد ده اللي هو التوفير، يعني أقصد مطلوب ومطلوب بشدة علشان الحياة نفسها تمشي كويس. أتمنى يا رب للجميع التوفيق والسلامة والسعادة كمان إن شاء الله. وإن شاء الله يكون لنا فيديو قادم بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.